الأكل المرة دي طعمه أحلى بكتير جدا، ليه طعمه مختلف. Thank you. يعني إيه؟ يعني الواحد لما بيجتهد ويقرب من ربنا سبحانه وتعالى بيخلي كل حاجة قدامه حلوة. طب وليه ما تقولش علشان بقالنا كتير قوي ما كناش مع بعض؟ إحنا بعد كده هنبقى مع بعض في كل حاجة هادية، وما تبقيش بقى مضطرية تجري ورايا باللابتوب وتشوفيني فين، لأن ربنا هيبقى معايا في كل حتة. ساعديني إن أنا أقرب من ربنا. لازم تبقى أنت اللي عايز تساعد نفسك الأول، لأن أخطائك كتير. أنا بغلط زي أي بني آدم بيغلط، بس مفيش ولا مرة من غلطاتي دي كان فيها خيانتك. الغلط مفيش أسهل منه، وكان قدامي كتير. كان ممكن أتجوز، كان ممكن أتجوز عرفي زي محسن صاحبي، بس ما قدرتش لأني بحبك. وأنا كمان بحبك، يمكن ده اللي مخلينا متمسكين ببعض. ربنا يديم علينا نعمة يا حبيبتي. بصي أنا شبعت، أنا هقوم أغسل إيدي قبل البرنامج ما يبتدي. ألو. أيوة، أنت فين؟ أنا في البيت. جوزك عامل إيه؟ كويس. محسن عندك؟ يا هديل، محسن اتغير خالص، بقى كويس قوي معايا، ما بقاش بيخرج مع سيف لأنه بقى عنده شغل. فلو جوزك بيقولك إنه بينزل مع محسن ما تصدقيش يا هديل. جوزك اتجوز عليك يا عرفي. إيه؟ أنت متأكدة؟ أيوة متأكدة، سيف لسه قايل لي. نهار أسود! اهدي شوية، هيحصل لك حاجة. يا هديل! أنا هقفل دلوقتي وأكلمك بعد. برنامج جه ولا لسه؟ لسه يا حبيبي، بس يلا باي باي باي. هيبتدي كده من غير ما نشوف بدايته. الله أكبر. سبحانك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب أنت الكريم، أنت الرحيم. يا رب اغفر ذنوبنا، وعصيناك كثيرا، ولكن يا ربنا لنا فيك رجاء أن تغفر لنا وترحمنا وتعفو عنا وتتقبلنا عندك يا رب مع من غفرت لهم. يا رب لا إله إلا أنت سبحانك، القادر على كل شيء. اللهم إنا نسألك العفو والرضا يا رب. اللهم إنك أنت الواحد الأحد، قادر على كل شيء يا رب، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. ارزقنا يا رب، ووسع لنا أرزاقنا يا رب. أنا وهديل سنفتكي، وأنت القادر على كل شيء يا كريم. ارزقنا يا الله، واعف عنا واغفر لنا. سبحانك أنت شبر بيعدي من هنا؟ لا. بصي، انا عايز اقول لك على موضوع مهم جدا جدا، ما استناش دقيقه. طب ما تقول. ما ينفعش يا حبيبي واحنا بعيد عن بعض كده، بقول لك سر ومهم. كلام يتنطور والحيطان ليها ودان. بس اقول لك. ماشي. بقول لك ايه يا حبيبي؟ تيجي نشرب سيجارتين. والله يا حبيبي يعني الموقف اللي احنا فيه ده فعلا محتاج سيجارتين، بس انت عارف ان انا بطلت بقى خلاص. عارفه انا كمان بطلت، بس انا كنت بهزر. انا عارف عيب اني كنت بتهزري، بس انا على فكره انا ممكن اهزر.
طب احترم نفسك لو سمحت. الله عيب كده، بلاش تهريج، ووطي صوتك، الحيطان ليها ودان. بصي، العلم الحديث اثبت يقينا وفعليا ان المواضيع دي كلها تهريج. هقول لك انا على حاجه. يعني ايه؟ هقول لك انا على حاجه مش هتصدقيها. تقليل ادب جدا. طب اسمعي دي. تعالى انا بقى هقول لك نكته احلى. اذا من الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله، بيخبط على الباب فينفتح له الله. وفيه ناس يصلون بكرامة الله أولا إلى طاعة الله ثانيا. أنت مثلا أنت بشرة، هو لله المثل الأعلى، واحد يطرق بابك عايز يأكل لقمة ولا حسنة ولا بتاع، أهو ده طرق فأخذ. وواحد أنت تأكله والله لازم تيجي تشرب عندنا وتجد. خلاص يا زينب، حاضر، هعدي عليكم بكرة الصبح. ماشي يا قمر، باي باي. عملت لك شوية جروشرز تحفة، بس مش هيكفوا غير أسبوعين. حبيبتي وماله، ربنا يخليك ليه؟ إيه الجو ده؟ هو أنا بقول لك كده عشان تقول لي ربنا يخليك ليه يا حبيبتي؟ حبيبي إحنا الاتنين واحد. بموت فيكي والله. وأنا كمان. تعمل حسابك هتعمل بروشرز كمان اسبوعين. بس ربنا يسهل. تعرف ان البنت زينب بتقولي جالي زباين كتير قوي وطالبين اوردرات كتير، ولازم انزل الشغل من بكره عشان اعرف اسلمه. وماله حبيبتي، ده حاجه كويسه. شفت ربنا بيبعت لنا رزقنا ازاي؟ والله انا فعلا مبسوط وحاسس كده في طاقه. بقولك ايه؟ طالما انت بقى هتسيبيني وتروحي الشغل وتتشغلي وزباين، ها؟ عايزك في كلمتين صغيرين كده نقعد مع بعض في الاوضه شويه. نفس الكلمتين؟ لا 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 لا، ده في كلام كتير جدا. ما انت كنت مهيس المره اللي فاتت وما قلتهمش صح. لا تعالي اوريكي بس انا بموت فيك ازاي. تعالي. حالي الان ليس كحالي اول ما بدات بالالتزام. خشوعي في الصلاه قل، قراءتي للقران قلت، وما صرت اتاثر كما كنت اتاثر بالسابق. تغير الحال. سيف هديل، ازيك يا روحي؟ عاملة ايه؟ مش كويس. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ يا ده الواحد بقاله كتير قوي ما نامش النوم ده. انت عارفة والله دي نعمة من ربنا، نعمة كبيرة قوي ان الواحد ينام كده من غير قلق. ايوه بس يعني ربنا ما قالناش نعمل كده. ما قالش ايه بالظبط؟ ما قالش ان احنا نسيب الشغل نقعد في البيت نصلي ونقرا القران ونسمع دروس دين. طبعا ده كويس جدا. طب عارف مره الرسول دخل المسجد، قول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. لقى واحد قاعد بيتعبد، ساله انت مين بيعولك؟ قال له اخي. عارف الرسول قال له ايه؟ قول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. قال له أخيك أفضل منك. اشتغل بقى. هشتغل يا هديل، هشتغل. بس مش قادر أنزل الشغل دلوقتي. وبعدين أنا متوكل على ربنا. متوكل حاجة ومتواكل حاجة. والوضع اللي حضرتك فيه اسمه تواكل، تواكل. وبعدين مش كل ما هكلمك في الموضوع ده هتقول إن شاء الله ربنا هيبعت. هيبعت منين؟ ما هو لازم نشتغل علشان نبعت. وإيه لازمة الكلام ده دلوقتي؟ ولا يعني عشان انت صرفت على البيت شوية كده؟ عموما انا اسفة ما اقصدش، لكن انا كمان مبقاش معايا فلوس، في اوردرز كتير بقيت الغيها. متقلقيش انا هتصرف، انا هتصرف. تتصرف ازاي يعني؟ ممكن ابيع الموتوسيكل ونصرف على البيت من ثمنه. انت بتحب الموتوسيكل ده جدا، هتبيعه علشان تصرف فلوسه؟ طب وبعد ما نصرف فلوسه هتبيع ايه تاني؟
طب عايزاني اعمل ايه دلوقتي؟ تشتغل. حاضر هشتغل هشتغل، بس مش وقته، لسه ما جاش وقت ان انا اشتغل. سيف انت بقالك شهر ولا بتروح الشغل ولا بتروح الجامع، انت ما بقتش تخش الجامع غير يوم الجمعه بس. ادي انا مستريح كده، وبعدين انا قاعد في البيت بأدي الفرض بفرضه، بقرا قران وبسمع دروس دين اكني في الجامع بالظبط. وبعدين اهم حاجه ان انا ما بعملش حاجه تغضب ربنا. طب اشتغل. حاضر يا هديل، قلت هشتغل. حاضر. بقولك ايه؟ عايز ايه؟ سيف انت بتزهقش؟ ازهق؟ حد يبقى جنبه القمر ده ويزهق؟ ده انا باخد حق منك تالت ومتلت، حق اللي حرمتيني منه بقالك كتير. هو انا ليه حاسه انك بتنتقم مني؟ ده حب يا هبله. لا يا راجل. هو والله. بقولك ايه؟ نعم. انت اخبار التحاليل ايه؟ اهو برضو نعرف الجو فيه ايه. تصور كنت بفكر اروح النهارده. يا رب ارزقنا يا رب يا رب. تعالي بقولك تعالي بس نترزق جوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ايه ده؟ موتوسيكل. بعته؟ ودفعت ايجار الورشه ومرتبات الصنايعيه، وده اللي فاضل منه. ده كان عزيز عليك قوي. طب مش زعلان؟ يعني وبعدين انت مش كنت محتاجه فلوس؟ اديني اتصرفت. وبعدين ما تقعديش تقطميني ان انا بعت الموتوسيكل، لاني اكيد ما كنتش عايزه ابيعه. طب طالما ما كنتش عايز تبيعه، مش كان احسن تنزل تشتغل؟ هديل انا ما صدقت ان ربنا هدانا، ارجوكي مش عايز اتخانق. ولا انا كمان. طب انا مضطر اخد من الفلوس دي شويه علشان ادفع فلوس ايجار الجاليري. يا حبيبتي الفلوس كلها معاكي، خدي اللي انت عايزاه. ثانك يو. على فكره انت وحشتيني جدا. سيف مش قادرة وتعبانة وماليش نفس. حبيبتي بقولك وحشتيني. ايه يا سيف في ايه؟ انت بقيت اسوأ من الاول، مالك؟ خلاص 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 خلاص. استهدي بالله وطي صوتك. استهديت. لا اله الا الله. محمد رسول الله. بيقولوا برضه عندنا في الإسلام نغض البصر يا شيخ سيف. ايه غض البصر يعني؟ بعدين قلت لك من الأول أنا مش عايز أنزل، أنت اللي أصريتي إن احنا نيجي. مفيش حاجة يعني، أنا ما زعلتش. أنا بس بقى زعلت. أنا ابتديت أتضايق من طريقتك دي. أنا عايزة أروح. يلا. كيف؟ على فكرة أنا كنت بتفرج على درس دين، درس حلو جدا يعني، لازم تشوفيه. ما سألتكش كنت بتعمل إيه؟ أنت هتعملي إيه النهاردة؟ ولا حاجة.
عندي كم مشوار وطلع بعد كده على الجاليري. يا ريت تسيب لي فلوس قبل ما تمشي. يا حبيبتي الفلوس في الدرج، خدي اللي انت عايزاه. الحمد لله على السلامة يا بيه. ممكن أعرف كنت بايت فين؟ اطلعي بره يا هديل. مش طالعة ورد عليا، أنت كنت فين؟ وبتعمل إيه أصلاً؟ رايح في داهية، غير من وشك. آه، البيه شافني يشوفه طبعاً. ولا خلاص اتجوزت؟ أنت مالك؟ اتجوزت ولا ما اتجوزتش؟ انا حر. ايه البجاحه والفجر اللي انت بقيت فيهم دول؟ لم لسانك واحترم نفسك يا هديل. احترم نفسك انت الاول. انت ست قليله الادب، والعيشه معاكي بقت تطهر. ولا حاجه نافعه معاكي، لا قرب من ربنا نافع ولا صلاه نافع ولا حاجه نافعه. انت ايه؟ جواكي شطان؟ طب وانت لما اتغيرت انا عملت ايه؟ ايه؟ اتحجبتي؟ ده كان عشانك مش عشاني. لا يا بيه، عشانك انت اتحجبت وانا مش مقتنعه. لكن قلت طالما بقيت احسن انا كمان ممكن اكون كويسه. دي حاجه ماليش فيها، دي حاجه بينك وبين ربنا. انا مالي؟ طب وانت عملت ايه بقربك لربنا؟ انت مالك ومالي انا عملت ايه؟ انا حر ومن هنا ورايح ما تدخليش في حياتي تاني خالص. دلوقتي انت حر، ما تدخلش بعد ما خلاص ما بقاش معايا فلوس. وانا كمان بقى معايا فلوس زيك بالظبط، وبعت الموتوسيكل وكله كان بارادتك، ما حدش غصبك عليه. عندك حق، أنا غلطانة إني وقفت جنبك. كرهتني في كل حاجة حلوة بعملها. إيه الحلو اللي أنت بتعمله بالظبط؟ بتاكل وتشرب وتنام معايا وتنام؟ هو ده كويس؟ أنت بني آدم فاشل. فاشل في علاقتك بربنا، فاشل في شغلك، فاشل حتى في علاقتك بمراتك، فاشل. أنت بتمد إيدك عليا؟ أنا لو فاشل، أنا فاشل عشان أنت معايا. انت ست فاشله، انت مش ست اصلا. حتى وانا نايم معاكي ببقى زهقان وطهقان لانك ست جهله. فوق كل ده انت عاقر، ما بتخلفيش يا هديل. وانا هتجوز، انا حر هتجوز، وهسيبك كده متعلقه زي الكلبه. طلقني يا سيف. مفيش طلاق، انا هسيبك كده متعلقه. يبقى تمشي تطلع بره وما تدخلش البيت ده تاني. انت سامع؟ بيت يعني هتطلعيني من الجنه؟ اكشي يا ولع بيكي. لا يا روحي، انت اللي عندي. سكرتي امبارح طينه واتدلقتي فجاه. ليه كده؟ بتحصل كتير. كتير. قوليلي وراكي حاجة النهاردة؟
عندي مشوار مهم عايزه اعمله، عايزه اطلع على الجاليري بعد كده. سارة انا ما بقتش اعمل شغل. ليه كده يا دي؟ فشل وماشيه ورا واحد ما يستاهلش. ياه، هدي الهانم بتعترف انها غلطانه؟ ده القيامة هتقوم يا جدعان. بس ده في حد ذاته انجاز. ما تزعليش على الغلط، اكيد هتتعلمي من الفتره اللي فاتت. اكيد. انت عارفه ان انا الفتره اللي فاتت عرفت حاجات عن ربنا مش عارفها قبل كده. طب حلو، بس المهم تكون حاجات صح، عشان اللي بيتكلموا في الدين اليومين دول كتير قوي، نصهم بيحط لك السم في العسل. بس اكيد انا هعرف اميز بين ده وده. يا ريت يا دود. بس هو ما يستاهلش اي حاجه. حاولت اخليه يبقى كويس، معرفتش. لكن انا علاقتي بربنا كويسه. اي نعم مش متدينه قوي، لكن براعي ضميري في حاجات كتير. انت هتقولي لي والله احلى حاجه فيك انك يا ابيض يا اسود، ما عندكيش وسط. لكن هو ما يستاهلش حاجه. بقولك يا هديل، محدش بيتحجب عشان يشجع حد، ومحدش بيصلي عشان يعجب جوزه. الإنسان بيعمل ده عشان ربنا وبس، مش عشان حد تاني. صح. قولي لي هتعملي ايه بعد الشغل؟ ليه؟ عايزة مني ايه؟ يا ساتر. الله 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 الله. انتي اوعي. أول ما شفت اسمك على التليفون ما صدقتش. ايه؟ قلت مش هتصل بيك تاني؟ أنا كنت عارف إنك هتتكلمي، بس مش دلوقتي، يعني على الأقل اديتلك شهر كمان. يلا يا ستي مفيش مشكلة. المهم قولي أنت عامل إيه والولاد وكل حاجة؟ أنا كويس الحمد لله. وأنتي؟ عايشة. طب ده خبر كويس جدا في حد ذاته. أنا بقى يا ستي ابني كان في النادي امبارح سايق العجلة جنب السلم، وقع دش دماغه وأخد غرزتين. يا حبيبي. طب هو عامل ايه دلوقتي؟ زي الجن، صمم يروح النادي تاني النهارده، يركب العجله وكأنه ما خدش اي حاجه ولا كان في اي حاجه. معلش. مش عايز تسألني عن حاجه؟ لا يعني اختفيتي ليه؟ رجعتي تاني ليه؟ كده يعني. هديل انتي مش محتاجة تقوليلي أي حاجة. أنا محتاجك إنك تكون جنبي الفترة دي. كده يعني؟ مش فيزيكلي. هديل تعرفي انتي بتفكريني بابني. غاوية تسوقي العجلة، تنزلي مع السلم، تقعي تاخدي غرزتين في دماغك، وبعد كده تقومي تقفي تاني. تخيل طلعت ما بعرفش اركب عجل. بسيط، هعلمك تسوقي عجل. اوكي. حلو قوي ان الواحد يرجع بعد يوم طويل من الشغل، ياخد شاور، يترمي على سريره يسمع مزيكا، ينام وقت ما هو عايز. حاسه ان حياتي رجعت من تاني. تنامي دلوقتي؟ لسه بدري. اللي بدري انام، انا حره. عارف انا قررت اصحى بكره بدري وهنزل اروح الجيم. ايوه كده. بقول لك ايه،
طب ما انا ممكن اجي معاك الصبح بدري بعد ما اوصل الواد ابني المدرسه. ممكن ما تتاخرش. ها تصبحي على خير. وانت من خير. عايزه اقول لك اني بقيت بستمتع باي حاجه بعملها، اكل شرب لبس خروج حتى الشغل. هتفضلي كده؟ انا مبسوطه قوي كده. عارف لما تبقى في سبق وعمال بتجري تجري تجري ومش عارف انت بتجري ليه وفجاه ترتاح قوي؟ اهو ده سيف في حياتي كان. عايزه تقولي لي انك هتسيبي سيف؟ أنا سبته أوريدي. هتطلقي؟ كان أصعب قرار عندي إن أنا آخد القرار إني أبعد عنه، وأنا عملت كده، فبقى طبيعي جدا إن إحنا لازم نتطلق دلوقتي. مش يمكن هو مش عايز يعمل كده؟ لا، سيف هيعمل اللي أنا عايزاه. وإيه اللي خلاكي متأكدة بالشكل ده؟ عشان انا عارفاه. هديل، من كلامك عن جوزك الراجل ده بيحبك. انا عارف واقدر احس بالراجل ازاي، بصرف النظر بقى هو عايش ازاي بيعمل ايه في حياته. الراجل ده بيحبك. اولا انت مش زي سيف. سيف اناني جدا. انت مش اناني. مش عرفك. معرفش نظرتي يعني احساسي بيك كده. مش يمكن عشان احنا اصحاب انت حاسه كده، لكن لو كنت جوزك مثلا كنت هتحسي ان انا زي سيف اناني برضو؟ انت مش فاهم. سيف بيعوز كل حاجه في نفس الوقت. ومين مش عايز كل حاجه في نفس الوقت؟ مفيش راجل ما بيعوز كل حاجه في نفس الوقت. بدليل احنا الاثنين اصحاب اهو، لان انا محتاج صديقه ومراتي مش عارفه تعمل معايا كده، وانت برضو نفس الحكايه. ممكن نغير كلام في الموضوع ده. انت عايز تبوظ لي مودي وهتسد نفسي ومش هكمل الساندوتش بتاعي. سوري سوري، خلاص تعالي نغير الموضوع. فاكره اول مره قابلتك؟ كان علشان شغل، فاكره؟ معرض الصين. ايوه بالظبط. من ساعتها اللي انا رحت سالت على الناس ديت، الناس بتوع الصين، ولا هم جم ولا المعرض اتعمل ولا اي حاجه حصلت، بس عرفتك. ذمتك مش احسن؟ طبعا احسن. خسرت مستقبلي وخسرت المعرض، كل ده عشان نبقى اصحاب. تشيرز. تشيرز. الله بتاعي دوري. دورها يا بنتي. الله معايا ولد. مرسي يا هدي. التسعة لما يتحط عليها التسعة تبقى اسمها ايه؟ مصر يا اختي. يس. لعبي. اها. ما تردي بقى. مين حسين ده؟ وانت مالك؟ اولا مالكيش دعوة. ثانيا حسين ده واحد بعمله. خلاص؟ ارتحتي؟ اخبار شغلك ايه انتي؟ تمام الحمد لله. ايه هما زي ما بنسمع كده الممثلين بياخدوا الارقام دي ولا ده اي كلام؟ مش كل الممثلين طبعا، النجوم بس هما اللي بياخدوا اجور عليها. يعني بياخدوا كام؟ مليون؟ مليون؟ قولي 7 مليون. ليه ياما ليه؟ عشان المنتج ما بيقدرش يجي على النجوم، لكن بيجي على الناس الغلابه طبعا. وتلاقيهم طبعا كلهم معقدين نفسيا. ليه؟ ما هي الفلوس بتغير النفوس، كل واحد فيهم فاكر ان هو احسن واحد في العالم، ما بيطوش اصلا يشتغلوا مع بعض. ليه؟ يعني احنا الاربعه كده لو بقينا نجوم واتعرض علينا مسلسل لا يمكن نوافق نشتغل مع بعض. طب ليه؟ بيغيروا من بعض صح؟ بيغيروا بس، نفسنا ما يعلم بيها الا ربنا. كل واحد فيهم بيعد الكلمه في المشهد وبيعد المشهد في المسلسل، وده اجره اكتر، لا ده اجره اكتر، انا اسمي محطوط فين؟ يمه مشاكل كتير. عشان كده ما تلاقيش فيه بطولات جماعيه وتلاقي كل المسلسلات بطل واحد. ليه؟ هو انت ما بتشوفيش في رمضان ماسوره مسلسلات وانفجرت وكلهم شبه بعض؟
مع انه اصلا شهر عبادة. فاكرين يا عيال لما كنا صغيرين وبنمثل مع بعض؟ يا ريتنا كملنا وطلعنا نجوم ولا حاجه وناخد 7 مليون. 7 مليون تخيلي. الغبي يا حبيبتي ردي على التليفون، انا صدعت. يا اما اعملي سايلنت. طيب هرد. لا ايوه كنت سكران ومش نايم، ولما يكون في ميعاد اكيد هكون فايق. معلش. هو انت ما عندكش اي كلمه غير معلش؟ ايه انا قلت معلش، ما تزعليش. اتاسف. نعم زي ما سمعت اتاسف. انا نيلة اسف. لا علي صوتك ما سمعتش. اسف خلاص بقى. شوفي عايزه نتنيل، قصدي نتقابل امتى؟ بكره. هنتنيل بكره بعد الظهر الساعه 5. وليه مش الصبح؟ عندي مواعيد. هتتنيل بكره الساعه 5. ليه؟ مش عارفه. يلا نكمل لعب. يا حراميه الكوتشينه يا زباله. انا ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. بص في ورقك وانت بتتكلمي في التليفون. كدابه والله. كدابه. حصل يا ايه؟ انا قولي لها. انا يا هديل. حصل. بنتي دي حراميه. ايوه ايوه. لازم تتعاقب بقى. استنوا 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 بشوف المسج. وريني وريني. هات. احلى الاوقات يا قمر السنين في كنين. ايه ده؟ بلدي قوي. انا عارفه انه بلدي. شكرا. قول لها ان انا هكلمها. لا طبعا. ايه رايك بقى؟ حلو قوي. تحفه. عشان بشتغل كده بنفسي. نفسي. وانت ايه بقى اللي فاتح نفسك في الايام السوداء اللي احنا فيها دي؟ لما يرجع هقولك. يرجع؟ هو مسافر؟ ايوه. يا دي النيله. وانت متاكده انه هيرجع ولا ايه؟ ما تتقمصيش يا زينب. مش كل ما اكلمك يا حبيبتي تتقمصي. انا لازم اسال. ما هو يعني ما انت منحوسه. انا مش زعلانه على فكره، بس صدقيني سيف ده مختلف. سيف؟ ايه؟ هو اسمه سيف؟ اسمه سيف. يا دي النيلة يا دي النيلة يا زينب، ما لقيتيش غير سيف. طب ده انا يعني اتمنى انه يطلع زي استاذ سيف كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه ده ايه ده؟ انت عامل لك شاي صح؟ انت عايزة شاي؟ حالا وعامل لكم انتوا الاثنين شاي. وحشتيني يا هديل. هديل انا جاي اقولك ان انا ما اتجوزتش ولا عمري فكرت اني اتجوز. ده أولا. ثانيا أنا مش زعلان ومسامحك على أي حاجة قلتيها أو عملتيها، وطالب منك إنك تسامحيني. إيه اللي بيضحك في كلامي؟ طيب مبسوطة قوي إنك سامحتني. بس بتتريقي؟ أنت إيه رأيك؟ جرية هديل. وطي صوتك وكلمني زي ما انا بكلمك. طيرتي قوي هديل. خفيت. خفيت من ايه؟ منك.
لو كنت فاكر انك هتيجي وتصالحني والميه ترجع لمجاريها تبقى غلطان. انا حياتي بقت احلى بكتير من غيرك، واكيد انت كمان. انا مش عايز اعيش معاك تاني، بس انا ما اقدرش اعيش من غيرك يا هديل. انا حياتي من غيرك ملهاش اي طعم. طلقني. ايه مش سامعني؟ هقولها لك تاني، طلقني. انت في حد في حياتك يا هديل؟ مبقاش من حقك تسألني سؤال زي ده. الكلام عزم صح. عزم مين؟ مدرب الجيم بيقول انك بتروحي كل يوم ومعاكي واحد بتراقبني. اوكي، اولا اللي بيروح معايا الجيم ده صديق مش اكتر ولا اقل. ثانيا اكيد هعرف حد، بس عارف امتى؟ لما اخلص منك. عارف ليه؟ عشان انا بعرف ربنا. تعرفي ربنا؟ انت هتشتغليني يا هديل؟ لاخر مره هسمح لك تقولي اي كلمه ممكن تجرحني. وانا لاخر مره بقول لك مش هطلقك. هخلعك. هديل انا مش جاي اتخانق، انا جاي اصلح. انا مش عايز البيت يتخرب يا هديل. يتخرب؟ اتخرب. انت بس اللي عرفت متاخر. انا عملت كل حاجه ممكن اقدر اعملها علشان انجح العلاقه دي، فشلت. ما عنديش حاجه تانيه ممكن اقدمها. مش مهم يا هديل، انا هقدر. انا اتغيرت، انا بقيت حاجه تانيه دلوقتي. زمان قبل ما تقرب من ربنا كان نفسك تخون، ولما قربت منه بقيت عايز تتجوز عليا تاني. ايه مش مالي عينك للدرجه دي؟ مين قال كده؟ بس مش عايز اسمع منك كلام. بس انا عايز اتكلم. تقدر تعيش مع واحده انت مش مالي عينيها؟ انت ما بقيتش مالي عينيا. الحمد لله على سلامة أنكل. ألف سلامة عليه. الله يسلمك، تعبتوا نفسكوا ليه بس؟ انت يا بنت عبيطة، مش صحاب، لازم نقف جنب بعض. شفتي يا هدي؟ من يوم وليلة هتبهدل كده. ان شاء الله هيكون كويس. هيبقى في ايه؟ ان شاء الله يا رب. يلوم. لا تعالوا، فين؟ اكيد تعبان وعايز يبقى مرتاح، وطنطا اكيد مش نايمه. وسيبيهم براحتهم احسن، خلينا احنا هنا. اه ما نمتش من امبارح، انا ولا هي نمنا. المهم طنطا قالت لي ان انت كنتي عند الدكتور، قال لك ايه؟ هيعمل عمليه بكره. طب الحمد لله، ان شاء الله يقوم بالسلامه. طب انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ ما بنقول هيعمل العمليه وهيشيلوا له الورم وان شاء الله يطلع حميد. يا شيخ انت هتفولي على الراجل؟ الله، بابا احتمال يكون عنده كانسر يا جماعه. في ايه؟ اهدي شويه يا حبيبتي، اديكي بتقوليها احتمال احتمال. البت دي نكديه وبتحب تفول دايما. سيطر. ما قلنا هيطلع كويس ومفيش حاجه ان شاء الله. يا ساتر ان شاء الله يا حبيبتي. ايوه يا ساره حبيبتي، قولي لي وصلتوا؟ ايوه احنا في المستشفى. طب تمام، اصل انا عماله اكلمها ما بتردش على التليفون. هي بابا عامل ايه؟ هي بتحاول تكلمك وانت ما بترديش. كنت عند الدكتور. طب خدي معاكي. ايوه يا بوب. يا حبيبتي طمنيني، باباكي عامل ايه؟ الف سلامه عليه. الله يسلمك.
هو تعبان شويه وهيعمل عمليه بكره. انا ساره طبعا حكيت لي كل حاجه، وان شاء الله وان شاء الله يا رب يكون بخير. يا رب يا اهي. يا رب يا حبيبتي. معلش طبعا انت عارفه انا مشغوله في القناه ومش عارفه اجي لكم دلوقتي، اول ما اخلص هاجي لك على طول. ما تتعبيش نفسك، اصلا مواعيد الزيارات بتنتهي بدري. لا ما انا هخلص واجي لك، هاجي لك طب الصبح بدري. تعالوا يا اهي. ربنا يقوم بالسلامة يا حبيبتي ويطمنك عليه يا رب. يسلمك. الو، هو الموضوع كبير ولا ايه؟ شكله كده. طب يا حبيبتي عشان خاطري بس ما تسيبوهاش لوحدها. يا امي مش هينفع. خلاص دلوقتي عشان خاطري. سلام. تمام يا حبيبتي. ماشي خلاص. لا هخلص شغل واكلمك. يلا باي باي. باي. يا شيخة انت مالك حشرة نفسك ليه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ غريبة. فاكرة يا بنتي يا هبة يوم ما البنت دي كانت بتعمل عملية وقعدنا نشرب سجاير في الكريدور بتاع المستشفى؟ ابوكي اسود، دي حاجة تفكريني بيها يا هديل دلوقتي؟ انت غريبة قوي. انا اللي زهقتيني اليوم ده. انا الغريبة. 18 ساعة بتفوقي؟ زهقتيني. يا ساتر. رهيبة انت، رهيبة. انت تفتلك بلاد مش طبيعية. وكان في حته الدكتور اهبه اللي عامل لك العمليه. سلامتك يا ساره. شوفي سكار. يا ريت عايزه ابكر. مفيش اجزه تاني نقعد فيها. فتحي قولي كل حاجة تمام جاهزة؟ أنا بعت عربية حماطة خلاص زمانه جاي في السكة. طب كويس. قولي بقى طلعت الماتيريال في القلم؟ يا نهار اسود القلم. يا نهار اسود القلم؟ يعني إيه؟ أنا نسيته في البيت. يعني إيه نسيته في البيت؟ أنت بتتكلم بجد؟ أيوه نسيته في البيت وهروح أجيبه حالا. يعني إيه تجيبه حالا؟ أنت بتهرج؟ أنت إيه؟ ما عندكش مسؤولية؟ مش حاسس باللي أنت بتقوله؟ أقسم بالله العظيم القلم ده ما جاش دلوقتي بالماتيريال اللي فيه لو اديت لي 60 داهية ومشيك من البرنامج. طب ممكن توسعها آية من قدامي عشان أروح أجيب القلم من البيت حالا؟ اتفضل يا بيه مهبل، اتفضل. تفتكروا هبة قالت لأبوها إنها مش عايزة عريسها؟ تخيلي إن أنا أول ما عرفت إنه تعب افتكرت إن هو تعب بسبب إنها قالت له الخبر ده. أنا ماشية مع اتنين متخلفين، يعني الراجل هيجراله اللي جراله ده عشان بنته رفضت عريس، إيه التخلف ده؟ هو إحنا كنا نعرف يعني إن عنده ورم؟ أنا افتكرته تعب وخلاص. تفكير بتلاتة جنيه تفكير. إنما أنتِ محلوة. بجد؟ جينز وضيق. أيوة. حركات. إيه وإيه الفرو ده؟ حلو؟ قطي. أوكي. اتبسطتي في اسكندرية؟ أوي. أوي. اسكندريه كانت حلوه قوي يا هديل، تحفه. عمري ما عشت يومين زي دول في حياتي بجد. لوحدك يا روحي؟ ايه عشيهم لوحدك؟ لا طبعا. كان معايا دكاتره وكان عندنا شغل يعني. طبعا احلى شغل ما بين الدكاتره في اسكندريه. مش هتقولي لي معروفه؟ شيء معروف. هديل ايه؟ ايه يا حبيبي؟ ايه؟ لا عايزه اسالك بس، ما فيش حاجه. هو انت فعلا رفعتي قضيه خلع على جوزك؟ انت مالك انت دلوقتي يا حبيبتي؟ انا عايزه اطمن عليكي. انت مالك انت يا هديل؟ انا بس انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. خلاص ما تتكلميش في الموضوع ده. انا قلت حاجه؟ اخرسي خراسي. اكتمي خلاص، له وقته وله مكان. طبعا ايه العقل كمل ثم اني حر. طبعا هو مش انتوا احرار؟ ايوه. ادوني مره فرصه في حياتي اعمل حاجه صح. ايوه بس المهم تكون صح. سامعاني بقى؟ انت مالك انت خلاص بقى. انت مالك؟ قطمت. انا مش عايزه اتكلم في الموضوع. خلاص مدفع. يا ساتر يا ساتر. انت قلت لي حاجة؟ أنا ما قلتش حاجة، ما اتكلمتش. أنا مش عايزة أتكلم في الموضوع ده. خلاص ما بنتكلمش. ما بنك أهو قطمنا. افصلي. هو أنا مش قادرة أعيش معاه من تاني يعني. عارفة؟ ولازم أخلعه. ما هو هعمل إيه؟ مش عايز يطلع. أنت ليه محسساني؟ ثانية واحدة، ليه محسساني هتخلعي ضرس؟ ليه؟ أنت مالك أنت دلوقتي؟ مش انت اللي بتتكلمي يا هديل؟ انا اتكلم انت؟ لا انا ما يا ستي انا اللي اتكلم. انت اللي اتكلمتي. ما لا هي فتحت الموضوع. اسكتي. سكت. يا ساتر. انا اللي يا ساتر صح. عم الخاطرين لازم نحجزك هنا في المستشفى. مستشفى 7 ادوار.
قولي لي يا جان. لو سمحتي انا مش عايزه انا جان انا جان انت جان انا جان. مالها دي؟ انا جبت سيرتك. دي مجنونه. اهدي يا ارجعي شويه انت كده. ريحي انت شويه. عايزه ايه؟ قولي لي يا جان. نعم ماشي. أنا. يا جان انا هو الورم اللي في البنكرياس ده خطير بصراحه كده بنسبه كبيره هيبقى كانسر. يا نهار اسود هبه هتموت لو عرفت حاجه زي كده. يا نهار اسود. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. ربنا يكون معاها. وبعدين يا جماعه انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. تعالي يا لو سمحتوا. يلا يلا. لا هو ولا مكان ولا مكانه على فكره مكانه خالص. يلا يا حبيبتي انا تعبانه اصلا وجايه مبسوطه. انا ناقص حد عزومة حلوة قوي. عشان بحبك يا هديل. وانا قلت لك تصوفي. واذا كنت خدت المفتاح علشان تعمل كده فانا هغير الكالون يا سيف. هنجيب الحجر ده وهندخل الخيط فيه. نقيت اكبر واحد عشان نقفل بيه العمود. اوكي. وبعد كده هنجيب اصغر منه اهو. اتفضل. اوكي. عامل ايه يعني؟ لقي احجار مناسبه لبعض والوان تليق مع بعض. بس كده. الله يطمنك. طيب ناخد ده مثلا احمر واخضر اشتغلوا مع بعض صح؟ ما تتريقيش عليا. شغال لغايه دلوقتي شغال. اوكي انا بتعلم. وازرق. اوكي انا هعمل لك كوكتيل حلو قوي دلوقتي. اصفر. بلاش اصفر. كمل. طب موف. ولا موف. ايه الاختيارات دي؟ نقي الوان مناسبه لبعض. انا هقول لك حاجه لذيذه جدا. احنا ناخد دول كده زي ما هما ونحطهم هنا. طلع دول كلهم واسلمك حاجتك زي ما هي واقول لك يا استاذه هديل انا ما بفهمش في الشغلانه دي. بليز اعفيني. عشان تعرف بس اكل العيش مر. اكل العيش وكلام السوائين اللي انت بتقوليه ده في ايه؟ طلب دقايق. بس انت مالك؟ يعني ايه؟ يعني حاسس انك مش طبيعيه شويه. خالص بالعكس. بتسرحي كتير يا هديل، بتروحي بعيد قوي ما بعرفش بتروحي فين بالظبط. هو السؤال بقى. انت مالك انا بروح فين؟ المهم يعني مش عارفه ليه. طيب في الحاله دي بقى احنا ستي نجيب الاحجار المتناسبه مع بعض في الحجم في الالوان ونحطهم جنب بعض ونجيب الفتله السحريه اللي انت وريتيها لي دي ونبدا العقد بتاعنا نجيبهم جنب بعض. Thank you.
ايوه يا استاذه، ايوه يا استاذه. معلش هات لي عربيه بسرعه من الجراج. العربيه خدها الاستاذ سيف الصبح بدري. ليه يا عم عبده تدي له عربيتي ليه؟ هو انت مش عارف ان دي عربيتي؟ بس انا ما اقدرش اقول لسيف بيه ما تاخدش العربيه. طب خلاص روح انت. حاضر. طبعا طبعا. ما بيردش ما بيردش ما بيردش. بتاخد عربيتي من غير ما تقول لي ليه يا سيف؟ ليه؟ انت تعرف انا ورايا ايه النهارده؟ حرام عليك اللي بتعمله معايا ده، انا كان ورايا سيرفيس النهارده. يوه انا كنت متاكد انك مش هتصحي الصبح بدري. فجيت خدت العربيه واديت لك التوكيل وعملت لك الصيانه كلها كمان. ليه؟ هدي لي مفتاح في العربيه. عندي استنى. تعالي نرتب افكارنا دلوقتي. عم محمد بيعمل غسيل للكلى لحد ما نلاقي له متبرع ويعمل عمليه زرع كلى. من ناحيه تانية انت وزينب عملتوا تحاليل والنتيجه هتبان بكره. لو حد فيكم نفع يتبرع له اهلا وسهلا، ما كانش يبقى مضطرين نلاقي متبرع حتى لو نديله فلوس عشان يعمل عمليه. الموضوع سهل يا عبي. مش مهم الفلوس، مهم ان احنا نلاقيه. بس انا مش هخلي زينب تعمل العمليه حتى لو كانت تنفع، لسه صغيره. لعلمك بقى انا كنت ناوي اعمل كده حتى لو اي حد فيكم ينفع يتبرع له. انا مش فارق معايا، انا المهم ان محمد يخف. انت ما تعرفش ده يبقى بالنسبه لي ايه. هو اللي رباني زي ابويا. ما تخافيش عليه هديل، هديل عشان خاطري، مش عايز اشوفك زعلانه. ضحكتك بتديني امل. اضحكي بقى ما تبقيش غلسه. عارف اني طول عمري بحلم بان يبقى في حد جنبي، يبقى جنبي في اي مشكله تقابلني. حاسس انها سهلة مهما كانت صعبة. مش عارفة اقول لك ايه. ما تقوليش اي حاجة. هديل انا ببقى فرحان جدا وانا جنبك. بيت حاجتي ونفسي اتعشى مع مراتي. سيف انا ما بقتش احبك، وعايزه اقول لك ان كل اللي بتعمله ده مش هيفيدك لانه حصل متاخر. لسه عندنا وقت يا هديل. ما عندناش وقت. ليه ما عندناش وقت؟ لانه ما كانش وقته انك تتفرج على افلام واقول لك ده بيجرحني وانت ولا يهمك. ما كانش وقته لما ضحكت عليا وفهمتني انك بتقرب من ربنا وانت بتخدعني وبتفكر تتجوز عليا. ما كانش وقته حاجات كتير عملتها جرحتني. سيف احنا اللي بينا ما بقاش موجود. ارجوك سيب المفتاح واوعدك ان انا هبعت لك كل حاجتك لحد عندك.
تعبتك معايا يا بنتي. هي الادويه هتخليك تقول كلام مش مظبوط ولا ايه؟ انت زي ابويا، في حد يقول لبنته كده؟ ربنا يخليك ليا يا بنتي، يخليك ليا وتقوم بالسلامه ان شاء الله. وتفتكري يا بنتي هنلاقي حد يتبرع؟ يتبرع ايه بس يا بابا، دول بياخدوا فلوس وفلوس كتير كمان. مش مهم كام، المهم ان احنا هنلاقي اللي هيتبرع. ما الاستاذ سيف كان هنا وفي كلامه قال لي ان العمليه سهله. سيف؟ ما هو جه وانا قلت له ان هو في المستشفى. الو؟ ايوه سيف. سيف اطلع، مش بتاعك انت. مش هتطلعي بره الاوضه دلوقتي حالا. ليه؟ مش هتطلعي بره. ليه؟ مين اللي قال لي سيف؟ اني سيف فيهم؟ استعبطي حضرتك قدامه ممكن يفطس مننا حاجه. ما هو جه الجلبي وانا وعرف ان بابا في المستشفى والبيت. ماشي ماشي. ايه يا هدين؟ اي والله عليكي، ازيك يا ايه؟ انا مش عايزاكي تكوني زعلانه مني انتي او ساره. ونزعل منك ليه؟ يعني عشان اتعصبت عليكوا شويه امبارح. يعتك ولا هتشتريه؟ وبعدين المفروض تزعل منك هي جان مش احنا. جان دي عايزه تاكل بالجزمه. ليه يعني؟ ده في الموقف اللي هي فيه كنت فاكره ان انتي اكتر واحده هتنبسطي لها يعني. ليه بقى ان شاء الله؟ يعني عشان هتاخد واحد مسلم وممكن تسلم. يا بنتي يا هبله، دي هتسلم علشان بتحب مش عشان مقتنعه. وبعدين طالما مش هتسلم بصحيح تزعل ابوها وامها منها ليه؟ ما ترجع لاهلها، ايه الغلاسه دي؟ وبعدين خلصوا كفاتسه مصر عشان تروح تحب لي واحد مسلم؟ انت عارفه ان انا كل شويه بكتشف فيكي حاجه جديده؟ ليه؟ يعني انك حقانيه ودي حاجه بحترمها فيك. يا بنتي انا طول عمري كده، ده العادي بتاعي، بس انتوا مش واخدين بالكم. لا ما تقوليش كده. يعني ايه؟ طب بقولك ايه؟ انتي مال صوتك؟ مفيش، متضايقة شوية. يعني موضوع كده هبقى احكيلك عنه بعدين. اوعى يا بنت تكوني بتحبي واحد مسيحي وعايزة تتجوزي انتي كمان. لا يا ستي، بقولك ايه؟ طب ممكن اقفل معاكي ثانية ارد على الويتنج واكلمك؟ باي. اهلا، الحمد لله على السلامه يا راجل يا طيب. الله يسلمك، تعبتك معايا يا بنتي. ايه الكلام بقى الغلس ده يا عم محمد؟ مش هرد عليه، الظاهر ان العمليه اثرت على حاجه جوه هنا كده. انت ليه دفعتي الفاتوره؟ مش هرد عليك انت كمان. كتر خيرك يا بنتي. جرى ايه يا عم محمد؟ هو بقى فين بين الاهل الحاجات دي؟ يلا بينا، يلا عشان اوصلكم. قومي باللي باين ده، قومي. الو. انا ساب الموضوع كله على ربنا يا انجي، هو يتصرف. سواء هدي رجعت ليا او لا، انا مش هرجع تاني لحياتي اللي فاتت، لان اتغيرت بجد ومش هسمح للظروف ان هي اللي تحركني، بالعكس. مبسوطه قوي ان انا بسمع الكلام ده يا سيف. الكتاب ده لازم يطبع يا انجي، حتى لو انا ما عرفتش ارجع هدي. ربنا يسهل. ممكن اسالك سؤال؟ يمكن اول مره اساله لك. اسال. هو انت ازاي فاهمه الحب كده وما حبيتيش لحد دلوقتي؟ مش عارفه، يمكن مش قادره ادي نفسي فرصه تانية او خايفه. انت ما ينفعش تخافي يا انجي، عارفه ليه؟ ليه؟ اللي يعرف قيمه الحب زي كده ما يخافش. حاضر يا سيف، هدي نفسي فرصه تانية. مبسوطه قوي ان انا سمعت الكلام ده. باي. صباح الخير يا هدي. صباح النور. انا اسف اني جيت من غير ما اكلمك، بس في شويه اوراق جوه في الاوضه عايز اخدها. اوكي اتفضل. تعيان ولا ايه؟ لا لا لا، استعبنا شويه. ده انت سخنه جدا، في دكتور شافك او اخدت اي دواء؟ لا. انت حرام عليك بتعمليه في نفسك ده. بصي هات المفتاح، انا هنزل اجيب لك دواء من الصيدليه وهجيلك بسرعه. خشي انت ارتاحي. متشكره، ما تتعبش نفسك.
دي مش وقت دلع، هاتي المفتاح وخش ارتاحي. يلا مش هتأخر عليكي، خش ارتاحي. أديل ليه دلوقتي؟ عشان اتعلمت ان انا ما اسيبش الانسان اللي بحبه مهما حصل. ايه اللي غيرك؟ كان في حد سالني اذا كان في حاجه في مراتك لسه موجوده خليك ما تسيبهاش، واداني حاجه كده حابب اقول لك عليها بعدين. ايه ده؟ جبت الكتاب ده منين؟ مرات محسن صاحبي. انا فعلا بتقول في اليوم كام؟ أنا في اليوم 33. بس 30 يوم بس. بس أنا قررت أكمل. بتعمل كده علشان لي ولا عشان سيف؟ لأن أكيد ما كنتش هتعمل اللي في الكتاب. في الأول ما كنتش عايز، بس بعد ما قريت في الكتاب لقيت إن أنا ما أعرفش أي حاجة عن الحب، ولما فهمت قررت اكمل. نفسي اصدق ان دي الحقيقه، مش هقدر استحمل صدمه تانية. سواء صدقتي او ما صدقتيش يا هيدي، انا عايز اقولك على حاجه مهمه جدا. عايز اقولك ان انا اسف، انا اسف على كل حاجه واي حاجه. اسف ان انا جرحتك في يوم من الايام، أنا كنت أناني، كنت عايز منك كل حاجة وأنا ما اديتكيش أي حاجة. بس على عصبيتي وقسوتي معاكي وصوتي العالي، أنا كان المفروض إن أنا أحبك وبس. أنا الأيام اللي فاتت دي كلها كنت بدعي ربنا كل يوم إنه يسامحني، وأنا النهاردة يا هديل بطلب منك إنك تسامحيني. أنا اكتشفت إنك ما بتخلفيش لأن العيب مني أنا. أنا رحت للدكتور وباخد علاج دلوقتي، الدكتور طمني. أنا مش عايز أعيش بقية عمري من غيرك يا هديل. عاملة ايه؟ انا عاملة كويس، وقراية فتحتي بكرة انا وسيف. مبروك يا زينة. الله يبارك فيكي. على فكرة انا سمعت كلامك وما قلتلوش على موضوع العملية، لان عارفة ان هو يعني مش هيستوعب. بحبه قوي، خايفة يبعد عني. ما تخافيش، ربنا عايز يستر عليكي. انسي الموضوع ده خالص وما تخافيش منه. انتي اتعلمتي من غلطك. ممكن أسألك سؤال؟ طبعا. هو أنت مش هترجعي لأستاذ سيف تاني؟ مش عارفة. على فكرة بقى، الراجل ده بجد بيحبك قوي. طب أنا هقولك على حاجة، بس توعديني مش هتقولي لحد. قولي يا زينة. أوعديني الأول. أوعدك يا ستي، أستاذ سيف هو اللي اتبرع بكليته لبابا، وقال لنا حتى ما تجيبوش سيرة، وحلفني أنا وبابا إن إحنا ما نقولكيش، عشان معتقد يعني إنك أنتِ لو عرفتي هتقولي إن هو بيعمل كده عشان خاطر يرجع لك تاني. وسألته كمان قبل ما يدخل أوضة العمليات، قلت له أنت بتعمل كده ليه؟ عارفة قال لي إيه؟ قال لي أنا بعمل كده علشان الحاج محمد ده غالي عندي قوي أنا وهديل، وعارف كويس قوي ان هي زعلانه قوي علشانه، وعندي استعداد اعمل اي حاجه علشان خاطر ابسطها. على فكره
الراجل ده بجد بيحبك قوي. عمري في حياتي ما شفت حد بيحب حد بالشكل ده. سيبيني لوحدي يا زينة، سيبيني لوحدي بليز. الو، انت فين؟ عايزه ايه يا هديل؟ لو ما كنتش قلت لك انك راجل جدع فانت ده. ولو ما كنتش قلت لك اني سامحتك أنا سامحتك. لو ما كنتش قلت لك إني بحبك فأنا ده. افتكر الوقت اتأخر اني اقولك نفسي اعجز معاك، او اتأخر اني اقولك نفسي اجيب منك بيبي. مفيش حاجة اتأخرت يا هديل، احنا لسه قدامنا وقت طويل. وحشتيني. عارفة يا هديل، أنا نفسي أرجع بالزمن تاني عشان أتجوزك من أول وجديد. أنا حاسس إن أنا ضيعت وقت كتير محبتكيش فيه، ونفسي أعوضك عنه. طول ما إحنا مع بعض هنبقى أحسن. أيوة، من هنا ورايح هنبقى إحنا، ما عادش في بينا أنا خالص، إحنا وبس. فكرة دي أنا مغرم بيكي. مغرم؟ مش قديمة شوية دي يا سيف؟ مش بقولك هرجع بالزمن لورا، يعني هتلاقي كلام برضو كده قديم، يعني ممكن فجأة تلاقيني أقول لك كنينة. يسعد مساكو، أنا ممنون. قديم بقى. أو يسعد نهارك. بس تعرف فكرة حلوة، ترجع تتجوزني من جديد؟ خلاص يا سيف، بص انت روح لابويا الله يرحمه، وروح لامي الله يرحمها، واطلب من منهم، وانا اوعدك هفكر. ايه دي؟ انا عشان اروح لابوك الله يرحمه وامك الله يرحمها يبقى انا لازم كمان الله يرحمني؟ ما يلا في داهية بقى يا سيف. وانا اتجوز بقى واحد طول بعرض وبشعر وبقصة. بعد الشر عليك. فاكرة هديل أول مرة مسكت إيدك فيها؟ كان يوم منايل بستين نيلة. ليه كده؟ ليه يا سيف؟ وأنت كمان حبكت تمسك إيدي وأنت سايق الموتوسيكل. حد يسوق الموتوسيكل بإيد واحدة؟ خلتنا نتشقلط في الطين ومش عايزه اقول لك ايه اللي حصل لي. كل حاجه اول اوفر تيم.
ده انا ما عرفتش شكلك من الطين اللي كان. لا ما بقول لك اول اوفر طين. وعلى ما روحت بقى الطين كان نشف ومش عايزه اقول لك ايه اللي حصل بقى في الشاور. ده غريبه جدا، ديساين ربنا بعتها لي. انا مش عارفه ازاي ما فهمتش يعني ايه الغباوه دي. طيب فاكره اول مره بوستك في خدك؟ لا. بس هو انا فاكره يعني انه كان عيد ميلادك. كان يوم حلو قوي. غريبه. حلو منين بس؟ مش عارفه. ده انا يا دوبك روحت البيت لقيت البواب مستنيني على باب البيت بيقول لي يا استاذ سيف البقاء لله، ابوك مات. تقولي لي حلو. ما هي علامه برضو، علامه برضو ما خدتش بالي منها. نفس الغباوه، نفس الغباوه. بس عارفه على قد الغباوه اللي احنا فيها دي بحبك برضو. وانا على قد غباوتك ما اقدرش ابعد عنك. تعرفي يا هديل زمان اكتر حاجه شدتني ليكي ايه؟ مش عايز اعرف. عينيكي، بصت عينيكي كانت حلوه قوي، شعرك. بس الحقيقه الحاجه الوحيده اللي ما كانتش عجباني رجليكي، كانوا نازلين من الفساتين بتاعتك زي عدان الكبريت كده. رجلنا؟ ده زمان زمان، انت دلوقتي زي الفل. يا عم اسم الله عليك، روح اتفرج على نفسك وانت لابس شورت. ايه مالي؟ لا مقوس خالص يا سيف. ايه مقوس؟ ايه مقوس دي؟ ما عاملين كده يا سيف. هما ايه دول؟ انت كنت بتركب حمار قبل كده وبعته عشان تركب موتوسيكل؟ حبيبي مقوس خالص. حمار ايه يا بنتي؟ انا كنت بركب خيل، انا كنت بطل. يا عم خيل ايه بس؟ خيل ايه؟ انت مكسر كده. مش منك يا نينا. مش ملاحظين حاجه يا بنات؟ انا ملاحظه القمر صافي كده. نخل قمر ايه يا هبله انت وهي؟ ايه انا بتكلم على الارض هنا كده. في حاجه بقت. هو انا كل ما اكلمك تقولي لي خسر؟ بخاف من الزرازير يا جماعه. انا بتكلم على مستوى القاعده يعني. قاعده؟ يوه ايه؟ طب قولي عايزه تقولي ايه؟ حلوه. مش ملاحظين إن من ساعة ما شفنا بعض واتقابلنا حياتنا اتشقلبت؟ تصدقي هديل إنك بتتكلمي صح؟ بس أنا ما لاحظتش حاجة زي كده، ده أنا حتى في الحياة نظرتي ثقيبة كده وذات معنى. ثقيبة؟ آه. طول عمرك دكتورة مثقفة. البت دي مش مصدقة إن أنا صيدلانية لحد دلوقتي، أجيب لك الشهادة من البيت، أعمل إيه بالظبط؟ تصدقي يا بنت ساره شكلك انت عامله لنا عمل ليكي في الحاجات دي صح؟ بلبسك ده والغوايش والجنولات الملونه والشمع المرمي مولع في الاكوان في يوم من الايام. بس بقى انت وهي لعلمكم احنا اتقابلنا عشان كنا كلنا محتاجين لبعض. وبعدين لو كنت عامله سحر يعني كنت عملته لنفسي، ما انا كمان حياتي اتشقلبت. يا اختي اتشقلبت ايه؟ انت متشقلبه خلقه. اللي متشقلب ده انت كل يوم والتاني. اسكتي بقى، ده انت عرفتيني. ده انت يا رائد بقى لنا قد ايه بنشوفها دي؟ متشقلبه ولا على ما هتقول؟ وبعدين حامل مش عارفه من مين؟ ده عادي يا يا هادي يا ساره. يا انت جلسه بجد وتقول لك اتشقلبت؟ ده انت اتعدلت يا شيخ. ماشي انا اتعدلت وانت هي بقت كده يعني. انا شلت لا مش شغاله يعني. حفظ الخط. اوكي تعلمت. بص انا مش عارفه يعني هي احسن يعني ولا احسن يعني؟ احسن يعني. يا احسن على الاقل في الاخر عرفت راجل. تمام. طب يا جو انا اسفه مش يعني مش هقدر اسالك السؤال ده، انا عارفه انه سؤال حساس. لا 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 ما فيش اي حساسيه ولا حاجه عادي، بس اللي انا عايزه اقوله لكم حاجه مهمه جدا بجد. يمكن اكون احسن واحده فيكم دلوقتي. ليه يعني؟ يا سلام. انا حاسه ان نفسيتي بقت احسن، حياتي بقت احسن،
بشوف الناس وبحس بيها بشكل مختلف. ايوه بس اول ما عرفتك كنت متحشمه عن كده. يلا فعلا. دي اكتر فتره في حياتي بجد انا راضيه فيها عن نفسي. قد ايه انا عظيمه ومتواضعه. الله البيت دي زباله. انت طول عمرك كده على فكره. طول عمرك بقى انت مش هتخسي بقى. يا انت شخصيه عجيبه يا بس يا حد. انا اقدر كده اقول ان انا كده نجحت في ايه؟ العمل بتاعي. برافو. اشتغل. برافو. عمل ايه؟ عمل اسود والهب. مش انا عامله سحر الحوار كده. كنت بقول لها انت عامله باللبس سحر. سحر هنا من انا نجحت يا هديل. اهم حاجه كده انا هطلب منكم طلب دلوقتي. ايه؟ مدوا ايدكم امشي. يلا ماشي. يلا بينا يا ماما. لا تعالي 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 انت وين؟ مدوا ايدكم. ايدي اتقطعت اتشلت. انا مش عايزه. مش هلعب. لا بليز مش عايزه. بطلوا تهريج بقى. مدوا ايدكم عشان عايزين نتواعد ان كمان خمس سنين يوم عيد ميلادي برضو يوه نتقابل يوم اسود ونقعد. بس بقى هتفضلي تحتفلي بعيد ميلادك لمده كل سنة؟ كل سنة. ايوه طبعا. ايه الفراوله؟ لا بس كمان خمس سنين تحديدا نتقابل ونقعد القعده دي. اوبا انا موافقه. مش هنشوف بعض لمده خمس سنين. ايه هبله انت وهي. لا طبعا هنشوف بعض بس هنقعد قعده زي دي كمان خمس سنين. ليه؟ عشان نشوف ايه اللي حصل في حياتنا. فعلا اكيد حاجات حلوه جدا هتكون حصلت. اه ليه؟ ايش ضمانك انه في حاجات احسن؟ يا ساتر يا رب. يعني انا ممكن اقابلك كمان خمس سنين ابقى مطلقه. اه ومشرده. الكلام ده صح. ومش لاقي ياكل. وبعت المحل. وسيف اتجوز عليا اكيد. مش هتخلي في الشارع. ها؟ مش هتخلي في الشارع كمان غالبا. يا رب. وانت حياتك هتبقى ايه؟ معرفش بس على فكره انا ممكن انا و الواد الصغنن ده. فتحي تربيه. انا كنت بجرب يمكن ما نفهمش بعض ما نكملش. ممكن اسيب البرنامج. يا بنات بصي كده ليه؟ مش عارفه. ممكن افكر في حمزه. هو برضه راجل كويس. مركزه قوي. عموما يا جماعه انا عايزه اريحكم من ناحيتي. اكيد 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 انا هتراه بينه ومش هعرف ولا واحده فيكم وهيفضل ده افضل يوم في حياتي. ايه التشاؤم اللي انتوا فيه انتوا كلكم ده؟ يا جماعه فكروا في نهايات سعيده. بمعنى ما هو مفيش. يعني في الايام السوداء اللي احنا فيها دي فين 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 تفاؤل؟ فين؟ اجيبه منين؟ الكلام ده بشوفه في المسلسلات. البطل يتجوز البطله ويخلفه. بس على فكره كمان المسلسلات اليومين دول مش لازم نهايه سعيده. البطل ممكن يضرب البطله بالقلم فتروح مطلقه قبل النهايه. اه عادي على طول بيعملوا كده. وكمان في مسلسلات اليومين دول لازم يطلعوا المسيحي يترهبن في الاخر. مش عارفه قافلينها قفله سودة. طب بصوا انا جات لي فكره هايله. ايه؟ احنا لما هنتقابل ان شاء الله يوم عيد ميلادي برضو كمان خمس سنين ندينا طولت العمر هنقعد مع بعض ونكتب قصه حياتنا في مسلسل. اصلا لو كتبنا قصه حياتنا في مسلسل محدش هيصدقها لان كله هيقول لك ده خيال علمي. هو في حاجه بتحصل بالشكل ده؟ ايه الهبل ده؟ ليه يعني؟ اللي ليه يعني؟ بنات ومخدرات وحشيش وخمره والفاظ زباله. اه صح. مش ده حصل فعلا وبيحصل؟ ايوه حبيبتي حصل وبيحصل. بس مش كل حاجه في حياتنا ينفع نقولها كده. يعني ما ينفعش نقول للناس ونعترف بكل حاجه بنعملها علشان في حاجات في حياتنا اكيد بتبقى عيب ما يصحش ان احنا نقولها. ليه؟ عشان عيب. لا كده احنا بندفن راسنا في الرمل. ايوه احنا لازم الناس تتعلم من اخطاء الاخرين. ايوه يا ساره جن عندها حق. ثم ان مش كل الناس مشاكلها زينا. صح. في ناس مشاكلها ابسط بكتير. اوكي حبيبتي مش كل الناس مشاكلها زينا. بس في ناس مشاكلها زينا وفي ناس زي ما انت بتقولي مشاكلها ابسط وفي ناس مشاكلها اكتر. بس المشكله الناس بتختار ان هي تجمل واقعها بالكذب. ايوه بس احنا عندنا مشكله في بلدنا هنا. الناس ما بتحبش ان انت تواجهيها بمشاكلهم. يعني ما يحبوش ان انت تقتحمي حياتهم. بيخافوا من الموضوع ده. طبيعه مجتمع يا جماعه. يا جماعه ما تسيبوها تقول اللي هي عايزاه. انا اللي اعرفه يا ساره ان انت ممكن تفهمي الحاجات الكويسه اللي جوه الناس بس انت ما بتفهميش في الناس اللي بتكذب على بعض. يعني على سبيل المثال لو احنا قررنا ان احنا نعمل قصه حياتنا دي مسلسل من اول حلقه هتلاقي في ناس او بعض الناس معترضه بتقول لك ازاي؟ ازاي مطلعين البنات بتشرب بالشكل دوت حشيش وخمره وبتتكلم كده وعندها علاقات؟ ايه هي كل بنات مصر بالشكل ده؟ مش هو ده اللي هيتقال؟ مش هو ده اللي هيحصل؟ اكيد مش كل بنات مصر طبعا زينا، في بنات احسن وفي بنات اوحش. صح. ولو عملنا فيلم على المخدرات ده مش معناه ان مصر كلها مخدرات، ولو الدعاره مثلا مصر كلها دعاره. بس ده تفكير غلط، الفكر نفسه غلط. تعرفي يا بنتي يا ساره
انهم ممكن يقولوا ان سبب الانفلات ده الناس دي من الطبقات العليا، معاهم فلوس بقى يصرفوا على المزاج والروقان. انت معايا ولا مع الاسف؟ لا انا معاكي مع الاسف. انا معاكي مع الاسف. عارفين بجد اللي يشوف بلدنا دي من فوق غير اللي يشوفها من تحت. كلمه رائعه الكلمه دي، اتقالت في فيلم قبل كده. يعني سمعتها في من فوق ومن تحت. اهو الكلام ده مثلا لو قلناه في مسلسل هيعترضوا عليه. ليه؟ انا بقول على فكره، على فكره ده قال تحديدا في فيلم او مسلسل. يقول لك فيلم ماشي، مسلسل لا. اسمعي كلامي بس، انا عايزه ثانيه واحده ارد عليكي يا هديل في حاجه معينه. مشاكلنا مش سببها فلوسنا، مشاكلنا سببها تربيتنا. والغلط اللي بيتعمل في فيلا ممكن يتعمل في شقه، وممكن يتعمل في عشه، وساعات اكتر كمان ممكن يتعمل في الشارع. بس لولا بقى البوليس يقبض عليهم ويقول لهم فعل فاضل في الطريق العام. او كبسه. انت خلاص بقيتي مزاج من الاقسام، فاكره تخصص. عموما يا بنات لو ناويين تعملوا المسلسل ده بجد بلاش تعملوا حسابي فيه، مستحيل تطلعوا واحده مسيحيه بتفكر زي. وعموما برضه مؤلف المسلسل ده هيكتب في النهايه ان انا لازم هترهبن هترهبن. الموضوع قفل في وشي. طب هترهبني وتريحينا. ايه رايكم في الموضوع ده؟ يا جماعه ايه العقد دي؟ ايه كم العقد دي؟ ليه؟ احنا لازم نحاول ان احنا نغير افكار اللي حوالينا. ازاي يعني؟ من المسلسل؟ بجد؟ ايوه. طيب. خلاص يا جماعه احنا بلاش نحبط ساره. اوكي. احنا هنعمل لك مسلسل. ماشي. يعني احنا ممكن نتكلم في المسلسل عن هبه وابوها وامها، ان هم يعني تستعر منهم عادي يعني. هم بصراحه نوفوريش وحاجه نيله يعني. لا والعربيه البيضه مش لايقه على الاب والام، حاجه غريبه الفضايح دي. يعني دول ممكن نقول عليهم ايه. نعم حبيبتي. نعم عادي مش حاجه. عادي يعني بتكافح وشغاله. مفيش علاقات كويس. قصه كفاح يعني معديه دراميا. جان عايشه دور المضطهده في البلد اللي عارفه انت ازاي، ومش عارفين يعملوا حاجه، مضطهدين وهم مسيطرين يعني. غلو شهادتي حبيبه قلبي. حبيبتي انما انت يعني انا وانت يا ساره مستحيل نطلع في مسلسل. ليه بقى ان شاء الله؟ ايه اللي ليه؟ ايه اللي واحده داخله لي خارجه لي مع رجاله ومش عارفه مين، وحامله لي من واحد وما تعرفش من مين، ومش عايزه تنزله؟ ده انا كافحت، ده انا مش قلتني فاكره؟ وبعدين اقول لك عادي. عادي ازاي انا اطلع ده في مسلسل؟ اقول ايه؟ صحيح. يعني انا اقول للرجاله جوزي بيتفرج على افلام بورنو، انا اقول لهم ايه؟ مش بورنو، ما تقوليش كده. عشان رقابه. برافو عليكي. جوزي بيتفرج بدل افلام بورنو عشان رقابه. ايوه افلام ثقافيه. ايوه كده معدي. وبعدين انا بقى مش عايزه انام معاه. الرقابه. ايوه مش عايزه اقيم معاه علاقه. علاقه زوجيه لذيذه عشان اذل امه. اما انا لازم اذل امه؟ اذل امي بس طبعا. لا وبعدين ايه 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 ايه؟ لا مش عارفه تقول حاجه، مش عارفه تقول حاجه عشان رقابه. احنا بقى بالذات لازم قصصنا تطلع في المسلسل. ايه ليه بقى؟ الناس هتتعلم الصح ازاي يا هانم غير لما تشوف الغلط قدامها وتشوفه واضح كده ومخبوط في وشها. وجهه نظر الغلط كله. وجهه نظر صح. غلط غلط كله. اقنعتيني. اتخبط في وشهم. بس في مشكله ثانيه. مين المؤلف اللي هيكتب كل البلاوي دي؟ احنا محتاجين مؤلف يكون عامل كده يعني. حسني عامل اللي هو كده، اللي هو يعني ايه فظيع كده جريء يعني فاهمه. يخبط الناس في وشها كده مره واحده. مين؟ مش عارفه بقى مين. مين يا هيه؟ اشمعنى يعني؟ مش فنانه. انت الفنانه اللي فينا بقى وعايشه الدور وكده. طب صدقوني عندي حد فعلا كويس جدا. مين مين مين؟ ها؟ مين؟ هعرفه عليه بجد؟ والله بجد. مسيحي؟ جريء. انت بتدوري على عريس ولا ممكن على فكره حقي عادي. طب مين انا عندي مخرج. مين تعرفين مين؟ تعرفين منين؟ عيب بقى. تعرفين منين؟ مخرج منين؟ طب انا مؤلف. ده سؤال بقى. تعرفي مخرج منين؟ تساليني انا سؤال زي ده؟ مش فاهمه. لا لا دي الخبره. لا عندي ولا ايه؟ عندي مخرج صايع. هايل كويس. صايع. ايه ده؟ هبله. انت مش محتاجه مخرج صايع. امال انت محتاجه مخرج ما يهموش حد. ما يهموش حد. طبعا. هو صايع وما يهموش. هايل. خلاص اتفقنا. لقينا مخرج ولقينا مؤلف. تمام. لقيتي منتج؟ معانا فلوس بقى. احنا معانا فلوس. احنا اغنيه. اوكي. هبه بابا وماما عليهم على البوابه دي. هبه عادي ممكن تعملها يعني. ها؟ يعني كل واحد يطلع ممكن
باجورنا مش مشكله. احنا بنمثل برضه. امال ده ايه ده؟ انت بتهزري؟ طب ايه اسم المسلسل؟ انا افكر قولي يا اختي اتفضلي. هنسميه دي حاجزه مكان دي. احنا نسميه يا رب جاي. قلوب حلو قوي. قلوب ايه؟ قلوب احمر. ايه اللي انت اخرسي؟ ايه؟ ايه قلوب دي؟ ده جميل. قلوب عجبك؟ ده تحفه مش عاجبني. الوان يا عليكي. بلدي على اعتبار الجزء الثاني بقى كبد وكلاوي ومخاض. الرقابه من اولها خلاص. انا عندي فكره. ايه؟ انا لقيت الاسم. ايه؟ اسم على مسمى. ايه؟ احنا نسميه زنوب. الله، انا بطلته. انا بطلته. لا لا لا، ساره تتفرج عليك في البطوله على فكره. على فكره انا كده ضيفه شرف. انا مش هشتغل خالص. بصوا يا جماعه، انا هاخد الجلد، انا هنحرف واجيلكوا اعمل فيكوا ايه. هاخد دور منحرفه. زنوب الوادي. ليه زنوب؟ وادي زنوب، عواقب الزنوب. وادي زنوب. وادي ليه؟ هنقع. هنقع فين؟ الوادي. وسقطت في بحر زنوب. ده على فكره اسم فيلم قديم. لا بحر عسل. طب انا مضطره اسيبكم على اعتبار ان المسلسل خلص فعلا واحنا في الكاست. وادي مصورين. وادي الناس. يلا بينا يا اسد. يلا بينا. انا تعبت. يلا المخرج فين؟